الكلام أثناء النوم، ومعروف أيضا بظاهرة السومنالاجوي، ويمكن أن يحدث أثناء مرحلتي النوم، حركة العين السريعة أو حركة العين العادية. وعندما يحدث أثناء حركة العين السريعة، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام، فإنه يحدث نتيجة ما يسمى باختراق حركة الحلم، حيث إن الأحبال الصوتية، والتي عادة ما تكون خاملة أثناء نومنا، يتم تشغيلها فجأة، ويبدأ الشخص بسرد الكلمات التي يقولها بالحلم بصوت مرتفع. الكلام أثناء النوم يمكن أن يحدث أيضا أثناء مرحلة الاستثارة العابرة، والتي يصبح فيها الإنسان نصف مستيقظ أثناء انتقاله من مرحلة إلى أخرى من مراحل حركة العين البطيئة. في كلا الحالتين، فإن الكلام أثناء النوم يحدث حينما تتداخل بعض محاور اليقظة عنوة على نومنا، مما يسمح لنا بالقدرة على التحدث دون اكتسابنا أي وعي إضافي. من الصعب قياس مدى شيوع قدرة البشر على الحديث أثناء نومهم، لا بد أن يراقبنا أحدهم حتى يعرف إذا كنا نتحدث أثناء النوم أم لا، حيث إننا نتحدث بصوتنا الطبيعي، فيكون من الصعب الملاحظة إلا إذا كنا نصرخ أثناء النوم. تختلف الاستنتاجات، لكن الدراسات تظهر أن أكثر من نصف الأطفال يتكلمون أثناء نومهم، ويكون هذا السلوك أقل شيوعا كلما تقدمنا في العمر. وأيضا هناك اضطراب آخر يعاني منه البشر، وهو التحدث المزمن أثناء النوم، وذلك بعد سن البلوغ، يعد من اضطرابات النوم، وربما ينتج عن الضغط العصبي وعدد من العوامل الأخرى. ولوحظ مثلا أن الأمهات أثناء رعايتهن الطفل في السنة الأولى، لما يتطلبه الأمر من تعب واستيقاظ متكرر، ويملن أيضا لزيادة معدل الكلام أثناء النوم، مما يجعل ارتباط الأمر بالإرهاق والتوتر منطقيا. وأخيرا، ولأن التكلم أثناء النوم يحدث لحظيا أثناء تداخل مراحل اليقظة مع النوم، فإنه يدوم فقط ثانية أو ثانيتين، وهذا ما يجعله متقطعا. أصدقائنا الأعزاء، إذا كنتم تعانون من هذه المشاكل، فإليكم بعض النصائح للتخفيف عن الضغوطات النفسية التي تعانون منها أثناء النوم. النصيحة الأولى: الابتعاد عن الضغوط النفسية وعدم التفكير في المشكلات قبل النوم. ممارسة التمارين الرياضية يوميا قبل النوم بساعة، وكذلك تمارين التنفس، ممارسة تمارين الاسترخاء والتي لها دور قوي في علاج القلق والتوتر، تناول كوب من الحليب يوميا قبل النوم لتهدئة الأعصاب، الحرص على ارتداء الملابس المريحة أثناء النوم، الحرص على عدم تناول الوجبات الدسمة قبل النوم، فيتسبب في عدم الراحة والحديث أثناء النوم، الاهتمام بتهوية الفراش مع تغيير الوسائد بشكل دوري، الحفاظ على العادات الغذائية السليمة، والابتعاد عن تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة، وبالأخص قبل النوم. التقليل من الإضاءة القوية أثناء النوم، ويمكن ارتداء غطاء العين لحجب الضوء. تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح الغذائية والمعادن التي تمنح الجسم الطاقة والراحة. أصدقائنا الأعزاء، إذا أردتم المزيد فعليكم بالاشتراك والإعجاب والتعليق. قناة ثقافة HD، معا للقضاء على الجهل. سنستكمل رحلتنا إلى الفضاء، وذلك باستخدام سرعة الضوء. أصدقائنا، وصلت مركبتنا الفضائية إلى كوكب زحل. هل أنت